طيبة لكم مشاهدينا، نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار الرياضية، والبداية مع أبرز العناوين. بطلب حكومي البرلمان يؤجل التصويت على قانون الأندية الرياضية. بإقامة ثلاث مواجهات أبرزها ديربي الزوراء والطلبة، اليوم انطلاق الجولة 22 من ممتاز الكرة. الجيش يستهل مبارياته في نهائي دوري اليد الممتاز بالفوز على الفتوة، والشرطة يحقق انتصارا مهما على السليمانية. أهلا بكم من جديد، حيث قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية. وقال مراسل العراقية الرياضية أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية بطلب من الحكومة. ويشار إلى أن مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي. هذا وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب عباس عليوي عن استغرابه من كتاب الحكومة المطالب بتأجيل التصويت على قانون الأندية الرياضية، مؤكدا في حديث للعراقية الإخبارية أن لجنته النيابية ستعقد جلسة مع الجهات الحكومية للمضي قدما بإقرار هذا القانون. كثير من الشارع الرياضي متفاجئ، أنا متفاجئت بهذا الكتاب. الظاهر يعني السيد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضه ابلغ الحكومه بوجود قانون يعني لدى الحكومه، وهذا القانون تم ارساله الى مجلس شورى الدوله، وبالتالي هاي السياقات القانونيه عندما ياتي كتاب من الامانه العامه لمجلس الوزراء لا مجلس النواب بسحب القانون نخضع لهذا السياقات. انا متاكد انه قانون لجنه الشباب والرياضه اذا يعني اليوم ما تم التصويت عليه فشيء اكيد راح يكون هناك اجراء من قبل الحكومه بخصوص قانوننا، لربما تكون هناك جلسات مع الحكومه حول اعتراضهم على القانون، وبالتالي راح يرجع القانون الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه. لا يعني خلنا اهم اوضح بعد صور بعد اكثر. يعني احنا منذ بدايه تسلمنا لجنه الشباب والرياضه ابرقنا كتاب رسمي الى الحكومة المتمثلة بوزارة الشباب والرياضة، متمثلة بالأمانة العامة رئاسة الوزراء، أنه لدى مجلس النواب قانون اللجنة الأولمبية وقانون الاتحادات وقانون الأندية، أبلغناهم بشكل رسمي وقررنا قانون الأولمبية بالرغم اعتراضهم على القانون وقدموا طعن الحكومة لكن مضى القانون. كذلك قانون الاتحادات الرياضية قررناه، وأيضا كان للحكومة رأي أنه عندها قانون بمجلس شورى الدولة. اليوم وجهوا كتاب يعني عكس قانون الأولمبية وقانون الاتحادات اللي مصوت عليه كان اعتراضهم شفوي، اليوم وجهوا كتاب رسمي إلى مجلس النواب بالتريث بالتصويت على قانون الأندية لوجود قانون في الحكومة العراقية. احنا ما عندنا كل الاعتراض، المهم أن يكون هناك قانون للأندية. وإلى ذلك أكد رئيس نادي الكرخ الرياضي شرار حيدر على أن رسالة رئيس اللجنة الشباب والرياضة عباس عليوي كانت إساءة واضحة عندما اتهمت الأصوات التي اعترضت على قانون الأندية بأنها دفعتها المصالح الشخصية، مخاطبا عليوي بأنه لم ولن يفكر يوما في مصلحته الشخصية بقدر ما يفكر بالمصلحة العامة، ومشيرا إلى أن من يبحث عن المصالح الشخصية معروف لدى مجلس النواب، معربا عن استغرابه وعدم توقعه لما طرحه رئيس لجنة الشباب والرياضة، فيما أوضح أن قانون الأندية مليء بالأخطاء ومهدد باللجوء إلى المحاكم الدولية في حال التصويت على القانون. هذا وتنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يشهد ملعب الساحر أحمد راضي مواجهة الكرخ والديوانية، فيما يلاعب الزوراء فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي، ويتقابل نفط الوسط وفريق نفط ميسان على ملعب ميسان الأولمبي. هذا وتستكمل باقي المواجهات يوم غد الجمعة بإقامة سبع مواجهات.
أنهى فريق الكرة بنادي زوراء تحضيراته على ملعبه في العاصمة بغداد استعدادا لمواجهة فريق الطلبة في درب جولة 22 من ممتاز الكرة. المرحلة الثانية أنا قلت سابقا مرحلة لا تعويض حقيقة، النقاط اللي تستنزفها ما تعوض. أتمنى طبعا اللاعبين يغلقون ملف مباراة النفط، مباراة كانت يعني خلينا نقول في طي نسيان على وجهة نظري. الطلبة طبعا وراها الجوية، أنا أعتقد الفرق الجماهيرية عندما تلعب فيما بينها هنا يظهر ويتجلى التاريخ حقيقة. اللي توقع أنه مباراتنا مع الطلبة سهلة وفريق الطلبة يمر مشاكل أو بعض الأمور، لا، أنا شاهدت الطلبة حتى في خسارة الأخير مع الصناعات لم يستحق الخسارة، كان فريق جيد ووصل للمرمى أكثر مرة، لكن سبحان الله في بعض الأحيان التوفيق لم يحالفه. فعلى جميع لاعبينا وحقيقة يكون تركيزهم عالي. أكيد نحن مباراتنا السابقة مع فريق النفط خسرنا نقطتين، صراحة كانوا نقطتين صعبين. الحمد لله المرحلة كانت نتائجها جيدة بالنسبة لنا، تعادل أغلب الفرق. بالنسبة لتحضيراتنا للمباراة القادمة فريق الطلبة أكيد بمر بظروف صعبة، لكن هاي الظروف ما راح تكون متواجدة خلال اللعب. مثل ما الكل بيعرف يعني المباراة بين الطلبة والزوراء أو الطلبة والجوية يتلاشى كل شيء بأرض الملعب، فنحن التصميم والإرادة لهي المباراة لنعود لسكه الانتصارات الثلاث نقاط اللي هي المهمه. اكيد مباراه مهمه امام الطلبه، يعني تعرف فقدنا نقطتين مهمه امام النفط، نترك مباراه النفط وكل سلبياتها خلفنا، ونتمنى انه نركز على هالمباراه ونكسب ثلاث نقاط ترجعنا للسباق نحو الصداره ان شاء الله. ومن جهته أكد مدرب نادي الطلبة حسن أحمد أن الفريق سيتجه لخوض مباراته أمام الزوراء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، مع الاحترام الشديد لرغبة الجمهور الذي أراد الضغط على الإدارة من أجل الاستقالة من قيادة النادي، مبينا أن الفريق مهيأ بدنيا وفنيا وواصل تدريباته رغم صعوبة الظروف والعوز الكبير للكثير من الاحتياجات اللازمة، كاشفا أن عددا من أعضاء الجهاز الفني وآخرين تحملوا نفقات وأعباء عدم توفر الماء والغذاء للاعبين سيما المحترفون من المحافظات. وقيم ووصف الفريق بالضائع بين الخلافات وتبادل الاتهامات، موجها رسالة إلى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للالتفات إلى الفريق ودعمه لما يحمل من تاريخ كبير وإنجازات كثيرة. هذا وأنهى فريق الطلبة تحضيراته على ملعب جامعة بغداد استعدادا لمواجهة فريق الزوراء في درب العاصمة اليوم الخميس لحساب الجولة 22 من منافسات دوري الكرة الممتاز. نتابع. عندما ننظر إلى ما وصل إليه حال الأنيق الذي كان بالأمس يقارع الكبار متسيدا منصات التتويج في كثير من المسابقات، نراه اليوم بواقع مختلف وهو يتذيل جدول الترتيب، وهذا الأمر أثار انزعاج جماهيره حول النتائج المتردية والغير مقنعة التي لا تليق به. فبعد أن قلب أبناء عباس عبيد الكفة على الطلبة في لقائهم الأخير يستعد من جديد بعد أن طوى صفحة الصناعات الكهربائية من خلال التحضير العالي لمواجهة الزعيم، إذ أكد الجهاز الفني برغبة الأنيق لإثبات الوجود في هذه المباراة وأوعز أغلب النتائج المتعثرة من أخطاء تحكيمية. أكيد يعني كل مباراة الطلبة والزوراء يعني دائما تكون مباراة هي جماهيرية مهما تكون الظروف اللي في نادي الطلبة، لكن احنا نقول فريق جماهيري لعب مع فريق زراء كذلك فريق جماهيري، فريق محترم، إدارة، مدربين، لاعبين، احنا كذلك الحمد لله والشكر. احنا نقول مثلا فريق احنا رغم الظروف الموجودة حاليا يمكن مع اي كادر تدريبي يقدر يعمل هذا العمل، لانه حرمان لاعبين اكثر من 7 لاعبين 8 لاعبين تركوا الفريق بسبب المبالغ الان، لكن احنا عملنا بالموجود. هاي الفتره احنا يعني صار علينا غبن تحكيمي، مع احتراماتي لاخوان الحكام، انا ما اتكلم عن الحكام لان ماكو واحد ما يخطا، لكن ها صار 4 مباريات ل5 مباريات يعني اهداف، ويطلع بالبرنامج البار انه خطا الحكم ويعتذر الحكم، يعني 5 مباريات 5 اهداف
ممكن احصل بها من 10 الى 9 نقاط الى 11 نقطة. اللاعبون قائمون على التحضير والاستعداد لهذا الديربي، وهم عازمون على تقديم الافضل من خلال تشكيلة جديدة وروح حماسية لارضاء الجهاز الفني والجماهير ومعاودة الالق. تحضيرات الفريق الحمد لله يعني ممتازة رغم غيابات اللاعبين وبعض الاصابات، لكن ان شاء الله البركة بالموجودين. الكادر الفني اليوم سوى محاضرة يعني قبل المباراة، خلى يعني وجه اللاعبين على نقاط القوة لفريق الزوراء ونقاط الضعف. ان شاء الله رب العالمين يوفقنا بالمباراة يوم غدا، وهشوفون تشكيلة الفريق مختلفة، تكتيك الفريق مختلف. قد تكون الإحباطات دافعا للانطلاق مجددا، فالانتكاسات ليست آخر المطاف، ربما تكون بداية مشوار حافل بالإنجازات. فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. رغم الأزمات التي تعصف بالطلاب في الآونة الأخيرة، إلا أنهم يواصلون الاجتهاد للظفر بالنجاح، وهم يواجهون النوارس في الديرب المرتقب. من ملعب جامعة بغداد أنور صباح، العراقية الرياضية. تجددت تظاهرات جماهير نادي السماوة للمطالبة بإقالة الهيئة الإدارية وتحسين وضع الفريق في دوري الكرة الممتاز. نتابع. الإدارة ماكو أذن صاغية للجمهور، الظاهر يعني مطينا صامت على ظني، يعني صامت مطينا، فإحنا نوجه كلامنا إلهم. إحنا ما طلبنا استقالتكم، ما نرجع غير استقالتكم، اطلعون أفضل، اطلعوا بالتي هي أفضل، لأن الجمهور غاضب جدا عليكم. جارية حاليا المسابقات، مسابقة الدوري الممتاز، فلذلك لا يكون هنالك متسع يعني للإدارة العمل هذا، بس المفروض يعني وهذا واجب يعني كقانون أنه يجب أن تعمل اجتماع واحد على أقل مرة واحدة بالسنة، هو مرتين مرة واحدة للإطلاع على أبرز يعني ما يخص هاي مسيرة هذا النادي الكبير وكل ما ينهض بتطوره مستقبلا، الا ان الهيئه الاداريه وهذا يعتبر تقصير من عندها انه لم تقيم هذا الاجتماع الدوري للهيئه العامه للتباحث في كل الامور ما يخص نادي السماوه، وكذلك الاطلاع على الحيثيات جميعا لمسيرة نادي السماوة. احنا نريد حشي بالوثيقة، ما يغنينا انت تطلع تقول صرفت هالكثر فلوس. اضرب لك مثل بسيط جدا على تناقضات الادارة. رحنا لخالد عودة انا ويا شهود اثنين، قال الساحات الموجودة بالنادي 32 مليون بالسنة، الشهود موجودين. طلع علي عزيز ابو حسن قال بويا الساحه 16 مليون، هسه احنا عليه ما نمشي على 32 لو على 16. اذا من يصير اكو تناقض بالكلام يعني اكو غلط بالشغل، وما دام اكو غلط بالشغل هذا الحكي ما يوثق الا من الرقابه الماليه. تردون تطلعون تحجون على ماده النادي، وطلعوا بوثائق موثقه من الرقابه الماليه تقول طب للنادي مليون، طلع مليون، صرف بفلان باب بفلان باب بفلان باب، يجوز التصارف ل 200 مليون مو بابها، يجوز صارف ل 50 مليون مو بابها. انا شلون اعرف اقدر احاسب النادي اذا انت تطلع بدون توثيق الرقابه الماليه؟ هذا الرد الاول. الثاني خروقات الاداره نفسكم انتم تقولون ما عاقدين اجتماع ويا الهيئه العامه، القرارات المصيرية جاي تتخذ بالنادي بشهود أعضاء من الهيئة العامة كانت بدون موافقة الهيئة العامة، كانت فقط للرقابة المالية للهيئة الإدارية. هذا وأكد الناطق الإعلامي لنادي السماوة علي عزيز على أن النادي يعاني من أزمات مالية مستمرة، وأن القانون لا يسمح إلا للهيئة العامة بالتدخل بأمور النادي. انه نادي السماوة الرياضي او الهيئة الادارية هي ليست هيئة ادارية لفريق كرة القدم. النادي يمتلك العاب اكثر من 11 لعبة، ولكن اللعبة اللي هي على مستوى العالم وليس العراق وليس السماوة هي كرة القدم. احنا صراحة
أنه هذا الفريق أعد ضمن إمكانيات محدودة للنادي السماوة، واللي إحنا اليوم وغدا وقبل سنين أنه الجميع يعرف أنه النادي دائما يمر بأزمات مالية، وهاي الأزمة المالية هي طويلة علينا. لكن أنه نتفاجئ من بعض الأخوة جمهور السماوة اللي طالبنا بإعداد كشوفات ومالية بخصوص يعني إيرادات النادي أو الاستثمار أو أي شيء ثاني. هسه أنا من باب إيصال المعلومة والحالة الصحية لنادي السماوة إحنا نطرحها، ولكن من باب التعليمات والقانون أنه لا يسمح لأي شخص يتدخل بشؤون النادي إلا الهيئة العامة. قال الهيئة الإدارية لم تعقد مع الهيئة العامة. نعم هو في قانون 18 أنه يجب أن يكون سنويا أو اجتماع، هو للتباحث أو في بعض الأحيان لطرح الثقة وغيرها، لكنه أنا أعلن أمام كاميرتكم الموقرة وأمام قناتكم أنه النادي السماوي خلال هالسنتين لم يعقد. أعلن الاتحاد الدولي بكرة السلة عن التصنيف الجديد للمنتخبات الصادر يوم أمس الأربعاء، وتراجع المنتخب الوطني مركزين في التصنيف الدولي ليصبح بالمركز 79 بعدما كان في المركز 77 بالتصنيف الماضي، فيما جاء في المركز 14 آسيويا والسابع عربيا بعدما خسر جميع مبارياته في التصفيات الآسيوية. ويذكر أن هنالك منتخبات أجلت مبارياتها بسبب إصابة لاعبيها بفيروس كورونا، وقد تحدث تغييرات كبيرة في التصنيف بعد خوض المباريات المؤجلة. أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة الطائرة جدول مباريات التجمع الثاني للدوري الممتاز، والذي ينطلق يوم غد الجمعة في أربيل ويستمر لغاية 14 من آذار الحالي. وذكر بيان الاتحاد أن المباريات ستنطلق بإقامة الدور السابع ضمن المرحلة الأولى الذي تم تأجيله بسبب فرض حظر التجوال، مضيفا أن مباريات المرحلة الثانية ستنطلق يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن ختام منافسات هذا التجمع سيكون يوم الأحد المصادف 14 من آذار الحالي. استهل فريق الجيش مشاركته في نهائيات دوري كرة اليد المقامة منافساتها في محافظة السليمانية بفوز مهم على الفتوة بنتيجة 29 هدفا مقابل 19، فيما تمكن فريق الشرطة من حسم المباراة لصالحه أمام السليمانية ب 17 هدفا مقابل 21، بينما حقق فريق القاسم انتصارا مثيرا على كربلاء ب 27 هدفا مقابل 26. هذا وستقام اليوم الخميس ثلاث مباريات ضمن الدور الثاني من النهائيات، بينما ستجري يوم غد ثلاث مباريات أخرى ضمن الدور الثالث. رغم المعاناة الكبيرة التي تمر بها رياضة كرة اليد، إلا أن منتخبنا الشبابي حقق المركز الثاني في بطولة إيران الدولية التي تعد مرحلة إعداد المنتخب نتابع. كرة اليد التي كانت اللعبة الثانية بعد الساحرة المستديرة في بلاد النهرين، ها هي اليوم تدخل في دهاليز التقاطعات الإدارية التي أثرت بشكل كبير على مستوى اللعبة وتجاوزت حد الإهمال في جميع مفاصلها، ومنها المنشآت الرياضية التي غابت عن التجديد في جميع المحافظات، ناهيك عن الإهمال والنسيان للقاعدة المهمة في الرياضة وهي الفئات العمرية، كيف لا وهي تعد النواة الأولى التي تبنى عليها جميع الرياضات في أي مكان. لكن رغم هذا الحال إلا أن منتخبنا الوطني للشباب ما زال يشارك خارجيا ويحصد مراكز متقدمة تكون دافعا معنوي، وهذه المرة في بطولة إيران الدولية التي حصد فيها ليوث الرافدين المركز الثاني رغم الإهمال الكبير وابتعاد المسؤول عن دعم هذه الفئة المهمة التي ذهبت للمشاركة في بطولات تنشيطية لا تلبي طموح. لكن
أفضل من عدم وجود أي شيء، فالاحتكاك الخارجي يكون هو الأساس لإعداد منتخب وطني، سيما وإن غياب التنظيم بالنسبة لدور الفئات العمرية، فكيف يكون الإعداد من دون مشاركات خارجية وإن كانت لا تلبي طموح ومعسكرات تدريبية منظمة قد تكون هي الحل في إيجاد جيل جديد يمثل المنتخب الوطني في قادم الأيام. النشرة مستمرة وفيها تتابعون.